بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أطفال الأعزاء في قناتنا. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو راح نديروا مع بعض يعني تمارينات خفيفة استعدادا للفرد الثلاثي الثالث إن شاء الله، وراح قريب راح على الأبواب. إذا راح تكون تمارينات وفي نفس الوقت شرح بسيط لدروسكم بحول الله. التمرين الأول: أجب بصحيح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد. إذن الانصهار هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. الانصهار طبعا هذا خطأ. الانصهار هو تحول المادة من حالتها الصلبة إلى سائلة، هذا هو الانصهار. ثانيا قالونا يتميز الغاز بسرعة الانتشار، وهذا صحيح، الغاز سريع الانتشار. ثالثا نفصل خليط التراب زائد ماء بالإبانة، هذا خطأ، وإنما نفصل التراب عن الماء بعملية الترشيح. طبعا الإبانة، عملية الإبانة هي عملية فصل سائل عن سائل، فصل سائل عن سائل، يبقى سائل الأقل كثافة يبقى فوق والسائل الأكثر كثافة يهبط تحت. أما الترشيح فهو فصل مادة صلبة عن مادة سائلة. وهنا في هذه الحالة عندنا تراب اللي هو صلب والماء اللي هو سائل، إذن نستعمل عملية يعني لفصلهما عن بعضهما البعض، نستعمل عملية الترشيح وليس الإبانة، هذا فقط للتذكير. رابعا قالونا التكاثف هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، هنا خطأ وإنما العكس. التكاثف هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، تذكروا ذلك. خامسا قالونا يتكون الخليط المتجانس من مادتين أو أكثر، هذا صحيح. نعم الخليط المتجانس يتكون من مادتين أو أكثر. مثلا نقول لكم مثلا القهوة، الحليب والقهوة، الحليب والقهوة، هذا خليط متجانس. كي نحطوا الحليب مع القهوة نخلطوا يرجع لنا محلول، يعني خليط متجانس. لو كان نقول لكم الحليب والقهوة والسكر ونخلطهم أيضا هنا يراه محلول متجانس، القهوة والسكر كامل يختلطوا داخل الحليب ويشكلونا محلول. إذا نعم يتكون الخليط المتجانس من مادتين أو أكثر، إذا قلنا هذا صحيح. سادسا نستعمل الترشيح، إذا نستعمل الترشيح لفصل مكونات الخليط المتجانس مثل الماء والملح، وهذا خطأ. الترشيح ما نستعملوهش لفصل الخليط المتجانس، وإنما نستعملوه لفصل الخليط الغير المتجانس كما في حالة التراب والماء. أما لفصل الملح عن الماء نستعمل عملية التبخير. إذا هنا باش نصحح نقول نستعمل التبخير لفصل مكونات الخليط المتجانس مثل الماء زائد ملح. لو كان الماء ونديرو فيه الملح ونحطوه على النار ونقوي النار راح الماء يتبخر كامل ويبقى في قاع الإناء هذاك، يبقانا راسب أبيض اللي هو الملح. إذا قلنا نستعمل التبخير وليس الترشيح. نروح الآن للتمرين الثاني. يقول قام حمزة بتحضير خليطين كما يلي. الخليط الأول مكون من ماء زائد ملح، هذا الخليط الأول. الخليط الثاني مكون من ماء زائد زيت. من بين الخليطين أيهما الخليط الغير المتجانس؟ غير متجانس يعني ما يتخلطش، الخليط اللي ما يتقدروش نخلطوه. إذا هنا في هذه الحالة هو الخليط الثاني اللي هو ماء زائد زيت. السؤال الثاني أي الخليطين محلول مائي؟ أي الخليطين محلول مائي؟ طبعا هو الخليط الأول اللي هو ماء زائد ملح لأنه خليط متجانس. كي نديرو الماء والملح ونخلطو راح يرجع لنا خليط متجانس ويرجع لنا يعني راح يشكل لنا محلول،
مدام متجانس فهو محلول، كل محلول مائي هو خليط متجانس. السؤال الثالث، ما إذن ما نوع هذا الخليط؟ قلنا هو خليط متجانس. جيد، نرحل للتمرين الثالث. إذن يقول في حصة الأعمال التطبيقية أحضر الأستاذ مجموعة من المواد ووزعها على ثلاثة أفواج كالآتي. إذن الفوج الأول أعطاه ملح 20 غرام، يعني 20 غرام تاع ملح، وإناء به 0.5 لتر من الماء المقطر. من هذا الفوج الأول. الفوج الثاني أعطاه كأس زيت وواحد لتر من الماء. أما الفوج الثالث أعطى له 30 غرام من مسحوق الكبريت و60 غرام من برادة الحديد. إذن السؤال الأول يقول ما نوع الخليط في كل فوج؟ إذن ما نوع الخليط في كل فوج؟ الفوج الأول اللي أعطاه ملح وماء، نوع الخليط تاعه إذن هو خليط متجانس. كنديروا الماء نديروا فيه الملح ونخلطوا يرجع لنا خليط متجانس. الفوج الثاني اللي أعطاه زيت وماء هذا خليط غير متجانس، كي نحط الزيت مع الماء ونخلطه ما راحش يتخلط، إذن حيعطينا خليط غير متجانس. أما بالنسبة للفوج الثالث اللي أعطاه مسحوق الكبريت وبرادة الحديد، هذا مسحوق أو خليط غير متجانس. علاش؟ مسحوق الكبريت ما راحش يذوب وبرادة الحديد ما راحش تذوب، راح للزوج نخلطوهم مما يذوبوش، بالعين المجردة راح نشوفوهم، إذن فهو خليط قلنا غير متجانس. إذن هنا نستنتج في السؤال الثاني، قالونا أي فوج تحصل على محلول؟ إذن هنا يا الفوج الأول هو الوحيد الذي تحصل على خليط متجانس، وكل خليط متجانس هو محلول. كل خليط متجانس هو محلول. قالونا أحسب تركيزه، يعني تركيز هذا المحلول لتحصل عليه الفوج الأول، ماذا يساوي التركيز؟ لاحظوا معي إذن هذا الرسم، هنا الملح، هذا هو الملح، هذا يسمى بالمذاب، هذا يسمى بالمذاب وعنده كتلة معينة، المذاب عنده كتلة معينة نقول بالغرام، لازم نشوفها نصيبها بالغرام، إذا كان إذا طوها لكم بالكيلوغرام حولها للغرام. جيد، هنا عندنا الماء، الماء اللي حنحطوا فيه الملح باش الملح يذوب، إذا قلنا الملح هو المذاب والماء هو المذيب، هو اللي راح يذوب لنا الملح. دوك الماء هو المذيب وعنده حجم معين، الماء عنده حجم معين. نتحصل على محلول، يعني محلول متجانس، خليط متجانس، محلول مائي، هذا المحلول عنده تركيز، هذا هو التركيز اللي نحوسوا عليه. ماذا يساوي التركيز؟ نعبروا له بالسي، غرام في اللتر، غرام في اللتر، هذه الوحدة تاعه التركيز، غرام في اللتر تساوي كتلة المذاب، يعني تاع الملح، كتلة المذاب بالغرام على حجم المذيب تاع الماء، حجم تاع الماء باللتر، نصيبوا التركيز. إذا كيعطوكم أي محلول يقول لكم حوسوا على التركيز تاعه، هذا المحلول لابد يكون عنده مذاب ومذيب، يعني شيء ذاب في المذيب، شيء داخل الماء داخل السائل. إذا التركيز قلنا يساوي كتلة المذاب، يعني الشيء الذي ذاب، على حجم المذيب، الشيء أو السائل الذي أذاب المذاب. نظن راكم فهمتوني. إذن هذا الشيء راح نطبقوه في التمرين تاعنا. إذن هنا باش نحسبوا تركيز المحلول تاع الفوج الأول اللي هو ملح وماء، راح ندوا إذن التركيز قلنا يساوي كتلة المذاب، كتلة المذاب اللي هو الملح 20 غرام على حجم المذيب اللي هو الماء على 0.5 لتر. إذن المذاب راه بالغرام والمذيب راه باللتر، إذن نقسموا 20 على 0.5 ونلقاو 40 إذن غرام على اللتر، 40 تركيز المحلول هو 40 غرام على اللتر.
السؤال الثالث الآن يقول: أراد كل فوج فصل مكونات خليطهم، ما اسم طريقة فصل كل فوج؟ إذن الفوج الأول اللي عنده ملح وماء، وطبعا باش نفصلوا الماء عن الملح عندنا طريقتين، يا إما طريقة التقطير أو طريقة التبخر، يعني نبخروا الماء ويبقانا في يعني في إناء، نبخروا الماء ويبقانا في قاع الإناء يبقانا الملح، أو نديروا التقطير. التقطير يعني فصل الأملاح عن الماء باش يرجع لنا ماء مقطر، ماء نقي خالي من الأملاح. إذا نقول التقطير الفوج الأول اللي استعمل طريقة التقطير. الفوج الثاني الآن، الفوج الثاني اللي عنده ماء وزيت، كيفاش يفصل بين الماء والزيت؟ عن طريق الإبانة. إذن الإبانة هي اللي تفصل لنا بين سائلين، السائل الأقل كثافة اللي هو الزيت يبقى الفوق، والسائل الأكثر كثافة اللي هو الماء يهود تحت. إذن الفوج الثاني يستعمل قلنا الإبانة. أما الفوج الثالث اللي عنده برادة الحديد مع مسحوق الكبريت، إذن هنا يستعمل فرز المغناطيسي، مش عارفه لا كنت قريته ولا لا. الفرز المغناطيسي يعني يجيب مغناطيس ويحط، والبرادة الحديد تلصق في المغناطيس، كل برادة الحديد تلصق كلها في مغناطيس، وبالتالي يعني يفصل الحديد أو برادة الحديد على مسحوق الكبريت. يعني قلنا طريقة الفرز المغناطيسي. جيد، نروح الآن السؤال الرابع. ماذا يقول؟ مثل بالنموذج الحبيبي كل من الماء المقطر وخليط الفوج الأول، خليط الفوج الثاني، وخليط الفوج الثالث. إذن خليط الفوج الأول هو خليط متجانس، الفوج الثالث والرابع هما يعني للزوج خليطين غير متجانسين، إذن عندهم تمثيل واحد، والماء المقطر أيضا عندهم تمثيل تاعو. إذن لاحظوا أمامكم الصورة. إذن لاحظوا هنا الصورة الأولى، النموذج الحبيبي للماء المقطر الماء النقي. الصورة الثانية، نموذج الحبيبي لخليط الفوج الأول اللي هو ملح وماء وهو خليط متجانس. النموذج الحبيبي الثالث هذا وهو للفوج الثاني، يعني ماء وزيت وهو خليط غير متجانس. أما النموذج الحبيبي الرابع هذا والآخر وهو للفوج الثالث وهو خليط غير متجانس مسحوق الكبريت وبرادة الحديد. جيد، إذن هذه هي، أتمنى أنني قدمت وأوفيت. نخليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.